تشارك شرطة دبي في معرض آيدكس لأول مرة بدورية غياث الموجودة حاليا على منصة شرطة دبي في قاعة رقم 1. نرحب بكم لمعرفة المزيد من تفاصيل دورية غياث. اليوم حبينا نعرفكم على دورية غياث أطلقت من 4 شهور في خدمة شرطة دبي. دورية غياث تعتبر السيارة الذكية والأولى في العالم من ناحية التصميم. من أهم البرامج اللي في دورية غياث أنها تحتوي على 10 شاشات و9 كاميرات، ومن أهم البرامج المتطورة برنامج التعرف على الوجه، وبرنامج التعرف على السيارات المطلوبة، وبرنامج الحوادث المرورية، وبرنامج التعرف على لغة الجسد.